السلام عليكم طلاب بيوتو، يعطيكم العافية، يسعد صباحكم. إن شاء الله أن أموركم جميعا تمام، تكونوا بخير وصحة وعافية. اليوم إن شاء الله رح نكمل بشابتر السيركيليشن. رح نحكي اليوم عن الأوعية الدموية. المحاضرة الماضية حكينا فيها عن القلب، تشريح القلب، أجزاءه، صماماته، مداخل ومخارج القلب. وضحنا كل شيء، والمحاضرة الماضية كانت فقط مراجعة، يعني ما طولت عليكم المحاضرة الماضية، بس عشان يكون تركيزكم على الهارت الأناتومي وبعض المصطلحات التي تصف الهارت فيسيولوجي أو عمل القلب، زي الهارت ريت، الكاردياك أوتبوت، تكونوا عارفين شو معنى هاي الكلمات، والستروك فوليوم. هاي المحاضرة رح نحكي فيها بشكل هيك مخصص للفيزلز، الأوعية الدموية، أنواعها، الستركتشر تبعها، وشو الفانكشن تبعتها. فهاي المحاضرة بتحكي عن pattern of blood pressure and flow reflects the structure and arrangement of the blood vessel. بحكي لنا النموذج لضغط الدم وتدفق الدم يعكس الستركتشر، البناء او شكل والارنجمنت وتنظيم وترتيب البلد فيسلز. يعني بشكل اخر او بكلام اخر بيحكوا لنا عن الستركتشر تبع الفيزل والفانكشن تبعتها. ليش بتختلف الفانكشن تبعتها؟ لانه الستركتشر تبعها بيختلف. طب ليش بيختلف الستركتشر؟ لانه كل وحده تؤدي الوظيفه، بس بدهم يحكوا لنا انه العلاقه بين الوظيفه والفانكشن الهم is comparable، يعني مترابطات مع بعض. شو هم البلود فيزلز؟ عم نحكي عن الفين والارتري والكابيلاريز، هدول ثلاث انواع من البلود فيزلز، من الاوعيه الدمويه. الفين اللي هي الاورده، الارتري الشرايين، والكابيلاري اللي هي الشعيرات الدمويه. نحكي شوي عن هيك مقدمه للموضوع. بحكي لنا the blood or the vessel principle that govern movement of water in plumbing system also influence the functioning of animal circulatory system. بس بحكي لنا انه بمعنى المبادئ الفيزيائية والقوانين الفيزيائية التي تحكم او كيف نحكيها، تصف حركة الماء في plumbing system، في أنظمة الضخ، في أوعية معينة، في كيف حركة، يعني حركة الماء هلا في زي كيف بالأنابيب وأثناء ضخ الماء في الأنابيب. في قوانين فيزيائية بتحكم الماء، أشياء الفيزياء وقوانين الفيزياء اللي كنا درسناها سابقا وما بنتذكر منها إشي، ولا أنا معاكم لأنه أنا مش صاحبة مع الفيزياء، بس هاي القوانين بيحكوا لنا إنه هاي القوانين الفيزيائية التي تحكم حركة الماء ايضا يمكن تطبيقها على حركة الدم في الأوعية الدموية. ليش؟ لانه الدم عبارة عن فلويد، سائل، مائع، زي المي بالنسبة للقوانين الفيزيائية. بحكي لنا the epithelial layer that lines، طبعا هاي القوانين رح نحكي عنها كمان شوي. the epithelial layer that lines blood vessel is called endothelium. بحكي لنا هلا ال blood vessels، أوعية دموية، في جواتها epithelial tissue، صح؟ دائماً epithelial tissue تبطن وتغطي الأجزاء الداخلية الخارجية من الجسم، تغطي الأجزاء الخارجية من الجسم بما أنها بالخارج بنحكي عنها epithelial. طيب اللي بتبطن الأشياء الداخلية والأعضاء الداخلية في الجسم كالأوعية الدموية بنسميها، ما بنحكي عنها epithelial، بنحكي عنها endothelial، لأنه مصطلح أو مقطع epi يعني فوق، من فوق، من برا، إبي من فوق. لو كان الإشي يغطي الشكل الخارجي نحكي عنه إبيثيليال، لكن هل أنا من جوا بتغطي الأوعية الدموية من جوا، بتغطي مثلا المريء من الداخل، بتغطي أي إشي مجوف وزي الأنابيب من الداخل، ما نحكي عنها إبيثيليال، نحكي عنها إندوثيليال. هاد زي الأناتومي أو التشريح له وشكل الستركتشر تبع البلد فيزلز، وهم حكينا ثلاث انواع، اما ارتري او فين او كابيلاري. هاي الكابيلاري بالنص، هاي الفين الاورده والارتري الشرايين. بدنا نعرف نعمل مقارنه بينهم، مهم جدا تعملوا لي مقارنه بسيطه. طلعوا هنا اول مقارنه
الثيكنس السمك تبع الارتري وتبع الفين، مين اخمل الارتري ولا الفين؟ الثيكنس انا بحكي عن السماكة، تفرجوا هون السماكة للكونكتيف تيشو، طبعا الارتري والفين كلاهما مكون من كونكتيف تيشو برا، من سموث مسل وسط، والطبقة اللي جوا اندوثيليوم اللي هو الابيثيليوم، بس لانه من جوا بنسميه اندوثيليوم. نفس الاشي مكونات الفين، في اندوثيليوم سموث مسل، عضلات ملساء هي اللي بتخلي الدم يتحرك في هاي الأوعية الدموية، والفين اللي برا، تمام؟ سوري الفين، الكونكتيف تيشو اللي برا، طبعا في يغطيها كمان طبقة من الإبيثيليال الرقيقة، بس المين ستركتشر الكونكتيف تيشو. هلا اللهم صل على سيدنا محمد، نيجي نعمل مقارنة. الكابيلاري انسوها شوي، خلينا المقارنة بين الأرتري والفين. الأرتري أول إشي بدنا نطلع عليه السماكة بلفت النظر، إنه السمك، تفرجوا على سمك الكونكتيف تيشو، هون السمكة بالأرتري أكبر، بالسموث مسل أكبر، وأيضا نوعا ما الإندوثيليوم. فبالتالي السمك تبع الأرتري أكبر من الفين، ليش؟ إشمعنى الأرتري سميك أكثر من الفين؟ بتطلعوا عليها، بدنا نحاول نفسرها، إنه ضغط الدم في الشرايين أكبر منه في الأوردة. ليش ضغط الدم؟ لأنه ضغط الدم في الشرايين طالع من القلب بضخ عالي، فالضغط أكبر ما يكون بيكون بالآرتري. فعشان تتحمل هذا الضغط الهائل للدم والضغط القوي للدم مع ضخ القلب، وما تنفجر وما يصير في نزيف داخلي وما يتسرب الدم براتها، لازم تكون أسمك حتى to accommodate the blood pressure، حتى تتحمل ايش بسموه accommodate، يعني ما تتأثر بضغط الدم القوي. بينما بالفين ما في ضغط للدم أصلا، ضغط الدم يكاد يكون صفر في بالفين. ليش؟ لأنها طالعة طلوع باتجاه القلب، جاية من تحت من أنحاء الجسم المختلفة ورايحة للقلب، فما في ضغط للدم في الفين، فهي ما بتحتاج هذه السماكة. بالعكس هي بتحتاج إشي تاني، الفالفز الصمامات. تفرجوا هاي تاني فرق بين الفين والأرتري، هي الصمامات. بالفين في عنا صمامات نسميها فالف، one way valve، يعني صمامات باتجاه واحد، والأندوثيلي أو سوري الأرتري ما عندها هاي الفالف. ليه؟ لأنه الأرتري جاي بضخ عالي، الدم في الأرتري جاي بضخ عالي من القلب وماشي باتجاه واحد لكل أنحاء الجسم، بينما المين الدم طالع طلوع من كل أنحاء الجسم، يعني نحكي خصوصا عن نصف الأسفل من الجسم، وطالع باتجاه القلب. هلا قانون الجاذبية الأرضية، الأشياء بتنزل لتحت ما بتطلع طلوع، فالدم عشان تضمن الفين إنه الدم ما يرجع لتحت، فرجوا هون ما هيك طالع الدم ما يرجع لتحت، تسمح بمرور الدم وبتسكر، تسمح بمرور الدم وبتسكر، يعني الدم بتضمن انه الدم يمشي في مسار واحد ما يرجع لتحت مع الجاذبية الأرضية. فهاي تاني فرق، انه اول اشي الثيكنس للأرتري اكبر للفين اقل، ثانيا الفالف في الفالف الموجود فيها صمامات، سوري الفين موجود فيها صمامات، الأرتري ما فيها صمامات. الفرق الثالث القطر تبعها، أو بنقدر نحكي القطر تبعها. تفرجوا قطر الأرتري، هيها هون الرسمة موضحة، هذا قطر الأرتري وهذا قطر الفين الأوبنينج تبعتها، شايفينها؟ الأرتري أقل، الدياميتر للأرتري أقل من الدياميتر للفين، vein bigger الأرتري smaller. ليش يا ترى؟ هلا الأرتري لازم تكون أقل حتى تحافظ على ضغط الدم، حتى تحافظ إنه الدم يمشي فيها بقوة وضغط عالي. ليه؟ حتى توصل لكل أنحاء الجسم، إذا خف الضغط في منطقة معينة ضغط الدم ببطل الدم يوصل بنفس الكفاءة لكل أنحاء الجسم. زي مثلا أحكي لكم كيف البربيش المي، بتحس إنه المي ضعيفة شوي فيه، وبدك تزيد الضغط تبعها، بدك تزيد
بقوة أكبر، بتضغط عليه بإصبعك فبزيد التدفق تبع الدم، أو بزيد الضغط، بيزيد من سرعة الدم فيه ووصوله بتدفق وضغط أعلى. ونفس الإشي الأرتري، فقطرها أقل. إيش في فرق ثالث نحكي؟ القوية للآن هدول اللي مذكرينهم، إلا إذا قرأنا إشي زيادة بنضيفه على الثلاثة فروق هدول. نيجي على الكابيلاري. الكابيلاري مكونة من طبقة واحدة من الاندوثيليوم، أو طبقة واحدة من الخلايا الطلائية، ومعها البيزل ممبرين. في حال لو تلفت هاي الخلايا أو خربت، تتجدد من البيزل لامينا أو البيزل ممبرين. فهي ما فيها لا كونكتيف تيشو، سوري، ما فيها لا كونكتيف تيشو ولا حتى فيها سموث ماسل، فقط طبقة من الخلايا الطلائية. طب ليه ما فيها كونكتيف وما فيها سموث ماسل؟ أول إشي الدم بتحرك فيها بطريقة مختلفة، ما بتحتاج إلى المسل، للسموث ماسل. ثاني شيء، وظيفة الكابيلاري تبادل، يعني تحمل الدم اللي يتبادل المواد الغذائية والغازات مع الخلايا، فبده يصير ديفيوجن للغازات وديفيوجن للمواد الغذائية من الدم اللي فيها للخلايا، أو نسميها التيشو أو الفلويد، انترستيشنال فلويد، المحيط في الخلايا. هلأ إذا كانت كتير سميكة وكان فيها muscles وكان فيها connective tissue، تصير عملية تبادل المواد صعبة ومهلكة، يعني تأخذ وقت كثير من هون لتطلع المواد الغذائية وتعبر كل هاي الطبقات، يعني مشاكل بتصير. فسبحان الله الكابيلاري زي الحويصلات الهوائية في الرئة، السمك تبعها طبقة واحدة من الخلايا الطلائية لتسهيل عملية الدفيوجن. ليش هي طبقة؟ لأنه الفانكشن تبعتها تبادل المواد، to facilitate the exchange of material، تاخذ من الخلايا ثاني أكسيد الكربون والمخلفات وبتعطيها أكسجين وثاني والمواد الغذائية. تفرجوا عليها، هيها بتمشي في الأوعية الدموية، الريد بلد سيل. طبعا الريد بلد سيلز ما بتطلع، أو الخلايا أو الدم نفسه ما بيطلع برا الكابيلاري، فقط المواد الغذائية، يدوب بتكون خلية خلية بتمر. شوف رفعها، نقرأ شو هذا اللي حكيته. هلأ هون مكتوب هون كابيلاري هاف ثين وول، الكابيلاري الشعيرات الدموية عندها الجدار رقيق. The endothelium plus the basement membrane، عندها الاندوثيليوم الخلايا الطلائية المبطلة للبلازم ممبرين، بالإضافة للبيسمنت ممبرين to facilitate the exchange of material، لتسهل تبادل المواد. فهاي الفونكشن تبعت الكابيلاري. Artery and vein have endothelium, smooth muscle and connective tissue. بحكينا بينما الاندوثيليوم، بينما الارتريز الشرايين والأوردة عندها اندوثيليوم وعندها سموث مسل وعندها كونكتيف تيشو زي ما شفنا. هلا ببلشوا يقارنوا. artery have a thicker wall than the vein، الارتري عندها الجدران اكثر سماكة، thicker to accommodate the high pressure of a blood pump from the heart، حتى تتحمل الhigh pressure of the of blood pump from the heart، حتى تتحمل الضغط الدم القوي الخارج من القلب والمضخوخ من القلب. In thinner walled vein, blood flow back to the heart mainly as a result of muscle action. بحكينا كمان هاي الفرق كمان ممكن نضيفه. الأرتري الدم بتحرك فيها بسبب ضخ القلب له، بسبب البرشر من ضخ القلب له. أما البلوين البلد يتدفق فيها بسبب المسل اكشن، انقباض العضلات هي اللي بترفع الدم لفوق باتجاه القلب، بتحرك الدم لفوق في هاي الفينز. بالإضافة لأنه حكينا الدياميتر للفين أعرض أكبر وفيها فالفز. ف
المفروض انهم كاتبينها، بس الرسمة هاي مهمة تعرف الفروق الثلاث. طيب هلا بما انه بنحكي عن الاوعية الدموية وبنحكي عن خروج المواد الغذائية تبادلها في منطقة الكابيلاري بيد، الشبكة الشعيرية، التبادل بيصير بالذات، افهم كويس هاي النقطة، التبادل بيصير بين الدم جوا الكابيلاري بتعطي الأكسجين والمواد الغذائية للخلايا، بس مش للخلايا مباشرة، للإنترستيشنال فلويد بين الخلايا، يعني تطلع المواد الغذائية والأكسجين باتجاه السائل بين الخلايا، وقت تحتاج الخلية تأخذ هاي المواد الغذائية والأكسجين من السائل المحيط فيها، ما بدها إياه بضل برا لحد تحتاجه. هذا السائل المحيط في الخلايا بنسميه interstitial fluid، ولاحقا ممكن نسميه lymphatic system أو lymphatic أو lymph، سوري نسميه lymph، السائل الليمفي. هذا السائل الليمفي مهم جدا في عمل الخلايا، مهم جدا في جهاز المناعة، يعني لأنه بيحتوي على عدد من كريات الدم البيضاء خصوصا الأكولة اللي بتعمل بلعمة، فزي بتكون وسيلة حماية زي رعاية أو حماية للخلايا أو اللي هي مناعة للخلايا إنه يدخل فيروسات أو بكتيريا تكون موجودة حول الخلايا، فبتحمي الخلايا. بحكي إن الليمفاتيك سيستم، الجهاز الليمفي، return fluid that leak out of the capillary bed restoring filtered fluid to blood maintain hemostasis. بحكينا احيانا قد يتسرب جزء من السائل، بتعرفوا زي كيف من مكونات الدم جزء السائل من الدم بيطلع ليك ويتسرب خارج الاوعية الدموية، ما بنحكي عن كريات الدم الحمراء، ما بحكي عن الدم، بحكي السائل من مكونات الدم، مي زي المي تتسرب خارج الكابيلاري بيد. يجب ان تعاد restoring filtered fluid to blood maintain hemostasis. بيجي الجهاز الليمفاوي، هاي المي اللي تسربت من الدم، كيف احكي لكم كيف لما الواحد ينجرح، مش ينجرح، ينحرق، بيطلع زي مي، زي نزف، بس هو مش دم، هذا ماء. نفس الاشي موضوع الليمف، الجزء السائل الشفاف من الدم. ريتين هلا جهاز الليمفاوي في جسم الإنسان، هذا السائل المتسرب من الدم، السائل الشفاف المتسرب، بيرجع، ما بيخليه بين الخلايا، ما بيخليه يزيد حول الخلايا، ما بيخليه يتكون. إذا تكون بصير في مشكلة، في عدم اتزان في جسم الإنسان، فوظيفة الليمفاتيك سيستم يرجع هذا السائل المتسرب من الدم. This system aid in body defense. وظيفة هذا النظام الجهاز الليمفاوي بشكل رئيسي البودي ديفنس، جهاز المناعة أو الدفاع والحماية للجسم. هذا السائل اللي تسرب من الجسم سميناه ليمف، كولد ليمف. طب كيف ممكن يرجع للدم؟ كيف ممكن يرجع هذا السائل للدم؟ ممكن يرجع بطريقتين، دايركت واي وإندايركت واي، طريقة مباشرة بيرجع مباشرة، إنه بحكي لنا هذا الليمف، أقرأ لكم إياها، re-enter the circulation directly، حطوا دائرة على كلمة directly at the venous end of the capillary bed بطريقة مباشرة. خلي أفرجيكم الرسمة هون، طلع هيك الدم ماشي، طلعوا هاي من القلب بفوت على الأرتري، الأرتري بتفرع لأرتريولز اللي حكيناها المحاضرة الماضية، أصغر من الأرتري أرتريولز، برجع بتفرع بصير كابيلاري، تمام؟ الدم ماشي. هلأ أحياناً حكينا بطلع سوائل من هون من الكابيلاري بيد، مع المواد اللي طالعة، مع الأملاح مثلاً، مع الأكسجين، بطلع السائل بغمر هاي المنطقة الكابيلاري بيد. هلأ بطريقة مباشرة ممكن بسهولة يرجع بالفينوس، يرجع بالفينيولز اللي هي تصغير، اللي هي وريدات أصغر من فين، بعدها تتجمع بالفين وتمشي مع الدم، وهي بطريقة مباشرة رجعت بطريقة مباشرة إلى الدم. هيها re-enter the circulation directly at the venous and بنهاية الفينيولز at of the capillary bed
وخلص بتمشي مع الدم بترجع للدم. Indirectly through the lymphatic system بطريقة غير مباشرة تمشي بأوعية دموية أو أوعية لمفاوية بالجهاز اللمفاوي، أوعية لمفاوية. هاي الأوعية اللمفاوية بنهاية المطاف تتجمع 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 من كل أنحاء الجسم وتصب بالنيك فين في الوريد العنقي، في الوريد في العنق. هاي بطريقة مباشرة خلاص رجعت بالأخير، بما أنها بالأخير صبت وتجمعت درينز يعني تصب أو تتجمع في النيك فين وخلص وهيك رجعت على الدم. أما أنها تكون موجودة بين الأنسجة بكميات كبيرة هاي مشكلة، بصير عنده تجمع سوائل الواحد خصوص المريض طبعا ما بيكون إشي طبيعي، بصير متنفخ، بصير في عنده خلل ما في جسمه. في عنا كمان، ما أنه نحكي عن الجهاز اللمفاوي عن الأمعية اللمفاوية، نحكي عن العقد اللمفاوية. الليمف نود بسموها عقد لمفاوية، وهي عبارة عن أعضاء تنتج الخلايا المناعية الأكولة اللي بتتوزع بين الأنسجة وبتتوزع بين الخلايا حتى تعمل وظيفتها المناعية وحماية الأعضاء وحماية الأنسجة من أي بكتيريا أو فيروس بدخلها. فبيحكي لنا الليمف نود عبارة عن organ produce phagocytic white blood cell، تنتج هاي الليمف نود phagocytic white blood cells، تنتج كريات دم بيضاء أكولة phagocytic بتعمل بلعمة للبكتيريا. and filter وظيفتها الثانية filter lymph، تعمل فلترة للليمف لما بيكون الأوعية اللمفاوية حول الجسم. مثلا جمعت بكتيريا، جمعت مواد أو فيروسات أو جراثيم، ما بتضل فيها، بصير لها فلترة في هدول الليمف نود. وهي عبارة عن إيش الليمف نود؟ زي اللوستين، زي الزائد الدودية، زي الطحال. في عقد لمفاوية في كل أنحاء الجسم تحت الإبطين، في المناطق الزوايا الجسم بيكون في عقد لمفاوية. بحكي لنا ما أنا كمان نحكي عن الإنفلود، نحكي عن حالة، نحكي عن الليمف بشكل عام. في حالة مرضية اسمها الإديما، الإديما هي الانتفاخ وتجمع السوائل تحت الجلد. إديما is a swelling caused by disruption in the flow of the lymph. بحكي لنا هي عبارة عن انتفاخات swelling تنفخ caused by disruption in the flow of the lymph بسبب عطب أو مشكلة في تدفق وحركة اللمف في الجسم، فبضلوا متجمع في مكان واحد. نحكي هلأ عن blood composition، مكونات الدم. blood consists of several kind of blood vessels. هلأ الدم عبارة عن connective tissue، كنا حكينا بالمحاضرات الماضية عن الأنواع الأنسجة، حكينا مثال على special connective tissue هي الدم، وحكيت لكم إنه الدم عبارة عن connective tissue، وكل connective tissue مكون من matrix وcells إذا بتتذكروا هالحكي صح؟ هلأ بدنا نعرف شو cells، إحنا حكيناهم بس هاي عادة، شو cells وشو الماتريكس. cells عبارة عن white BCs و RBCs، وأحياناً ممكن اعتبار البليتلتس مع الملاحظة إنها مش cells كاملة، هي fragment of cell من خلايا بنسميها megakaryocyte، والماتريكس بنسميه للدم بلازما. blood consists of several kind of blood cells suspended، suspended منتشرة ومحلولة in liquid matrix، في سائل حالته الفيزيائية liquid صح؟ called plasma. the cellular element الخلايا هي RBCs وبنسميها erythrocyte، white BCs كمان بنسميها leukocyte، والplatelets. البليتلت زي ما حكينا هي عبارة عن fragment of cell مش خلايا كاملة من megakaryocyte. occupy about 45% of the volume of blood. تقريبا حيز اللي بتاخده الخلايا من الدم 45%. بيضل 55% عبارة عن بلازما. هاي 55% وهاي 45%. توقع مرت معكم هاي الرسمة وحكيت لكم مهمة. لا، البلازما شو مكوناتها؟ تقريبا 70% أكثر كمان شوي عبارة عن ووتر البلازما.
فيها كمان ايونات ايون واللي نسميها الكترولايت، وهي مهمة جدا لعمل الخلايا والضغط الاسموزي في الجسم. الالكترولايت او الايونات هاي الموجودة في البلازما هي الصوديوم، بوتاسيوم، كالسيوم، مغنيسيوم، كلورايد، وبايكربونات. الصوديوم والبوتاسيوم وظيفتهم اوزماتيك بالانس، الاتزان الاسموزي. في مثلا البايكربونات وظيفتها بي اتش بفرنج، عبارة عن بفر للدم. and regulation of membrane permeability، كلهم هدول مهمين لهاي الوظائف. اوزماتيك بالانس، اثنين بي اتش بفرنج، ثلاثة regulation of membrane permeability، نفاذية الغشاء الخلوي في الخلايا. ثالث مكون بالبلازما البلازما بروتين. بروتين مش بس هدول، في كتير بروتينات بس نحكي عن أهمها. الألبيومين، بروتين اسمه ألبيومين، بروتين اسمه فايبرينوجين، وبروتينات زي الاميونوغلوبولين اللي هي نفسها الأنتيبوديز اي جي او أنتيبودي. الألبيومين وظيفتها أوزماتيك بالانس and pH buffering. الفايبرونيجين اللي هو بيعمل مهم جدا في في سلسلة الجلوتينج أو سلسلة التخثر في الدم، تسكير الجروح مش الجلطات، تخثر الدم. الفايبرونيجين for gluting أو blood gluting. immunoglobulin اختصارها IG أو اسم تاني بنسميها antibody، هاي مهمة جدا في الدفاع عن الجسم، وهي عبارة عن بروتينات زي ما بتعرفوا بيوان. substance transported، في كمان بالبلازما مواد ينقلها الدم، وينقلها بتكون دائبة بالبلازما أو متواجدة بالبلازما، زي nutrients، زي جلوكوز، فاتي أسيد، فيتامينات، كمان ممكن فضلات مخلفات الخلايا، nitrogen waste، غازات الـO2 والCO2 والهرمونات، هدول مواد ينقلها الدم بالبلازما. أما الجزء الثاني اللي هو تقريبا 45% من الدم، هم الخلايا الإريثروسايت، وعددها 5 ل 6 مليون، هذا النورمال رينج، العدد الطبيعي من 5 ل 6 مليون. وظيفتها ترانسبورت الأكسجين، نقل الأكسجين. الليكوسايت تقريبا من 5 ل 10,000، فأكثر عدد منتشر الإريثروسايت هي الخلايا الار بي سيز. الليكوسايت المعدل الطبيعي لها من 5,000 ل 10,000. طبعا إذا زادت عن 10,000 هذا دليل على إنه في التهاب في الجسم. تذكروا حكيت لكم إياهم، البازوفيل والنيوتروفيل والإيزينوفيل والليمفوسايت والمونوسايت، وكان واجب من الواجبات عليكم إنه نعرف كل واحدة من هدول متى بزيد عددها في الخلية. بتتذكروا never let monkey eat biscuits، never اللي هي نيوتروفيل، let اللي هي الليمفوسايت، monkey، مونوسايت، eat، إيزينوفيل، biscuits اللي هي بازوفيل. أكثر واحدة اللي حكيت لكم إياها الترتيب نعرف never، يعني أكثر واحدة لازم تكون منتشرة بينهم النيوتروفيل من 50 ل 60%، الليمفوسايت بعدها، بعدها المونوسايت بالعدد، الإيزينوفيل، بازوفيل تكون ممكن صفر عادي لو ما كانت موجودة. وحكينا كل واحدة، ما رح أرجع أعيد متى كل واحدة تكثر نسبتها عن المعدل الطبيعي في الجسم. إذا النيوتروفيل تكثر في التهاب البكتيري مثلا، راح الدكتور، رحت على الدكتور لا سمح الله وكان عندك الليكوسايت 12,000، طلع انه انت عندك التهاب. طب كيف بدي اعرف شو الالتهاب؟ هو بسبب بكتيريا، هو بسبب باراسايت، هو بسبب حساسية او فيروس؟ بيروح بيطلع على هدول الخلايا المناعية، حسب اكثر وحدة يعني نسبتها زايدة، نسبتها أكثر من الطبيعي، بيكون هو السبب. مثلا لو كانت النيوتروفيل أعلى من الطبيعي بحكي الالتهاب بسبب بكتيريا، إذا كانت الليمفوسايت أكثر من الطبيعي بيكون الالتهاب بسبب فيروس، وهكذا. وحكيناهم ومهمين تعرفوا كل واحدة بسبب شو الالتهاب. ثالث نوع من أنواع الخلايا أو fragments of cell، قطع من الخلايا، هي البليتلتس، وحددها الطبيعي من 250,000 ل 400,000، وهي مهمة جدا في عملية البلود جلوتينج، تخثر الدم وتسكير الجروح.
وهي عبارة عن قطع من خلايا نسميها ميجا كاريوسايت. هي بالطبيعة هاي الميجا كاريوسايت ميجا ميجا كبيرة، هيك اسمها ميجا، بتكون موجودة بالبون مارو في نخاع العظم. لما تيجي تطلع منه تتمزق وتتغطى وبتوصل الدم as platelets. هذا قراءة عن الجدول. البلازما بحكي لنا إنها 90% ووتر. among the solute في عندها مواد organic و inorganic. ال inorganic زي الأملاح والأيونات، كمان بنسميها هاي الأيونات electrolyte زي ما حكينا، مهمة جدا. أحيانا الواحد بيكون عنده استفراغ وديارية وعنده مشكلة ومش وبيدوخ، فدغري الدكاترة أو فحص أول روتيني بيفحصوا له الإلكترولايت، إذا كان فيها مشكلة دغري بيحط بيعطوه محاليل إنه تحتوي على أملاح إنه ترجع الأملاح لجسمه بشكل طبيعي. Another important class of solute، إشي تاني كمان من السوليوت الموجودة بالبلازما هي البروتينات، وحكينا وظائفها for blood pH, osmotic pressure, viscosity، لزوجة الدم طبعا إذا زادت يعني خصوصا البروتينات زي الألبيومين إذا زادت بتزيد الفيسكوسيتي لزوجة الدم. And blood clotting. Plasma transport زي nutrient gases and cell wastes، المواد التي تنقلها البلازما. السيلولر إليمنت برجع بعيد، RBCs اللي هي إريثروسايت، وايت بيسيز اللي هي ليكوسايت، والبليتلتس فراجمنت أوف سيل، والسيلز هاي نسميها ميجا كاريوسايت فور بلاد جلوتينج. وظيفة الإريثروسايت نقل الأكسجين، وهي أكثر عدد most numerous blood cells، أكثرها عددا وانتشارا في الجسم في الدم. Transport oxygen throughout the body، تنقل الأكسجين حول الجسم لأنها تحتوي على الهيموغلوبين. الهيموغلوبين عبارة عن بروتين يحتوي على آيرون، فالهيموغلوبين آيرون containing protein، بروتين يحتوي على آيرون، هاي الآيرون تمسك بالأكسجين وبتساعد على نقلها من مكان لآخر. الليكوسايت وظيفتها الديفنس، مناعة في الجسم. وهم مونوسايت، نيوتروفيل، بازوفيل، إزينوفيل، الليمفوسايت زي ما عديناهم. وظيفتها الرئيسية ديفنس، مناعة الجسم، by phagocytizing bacteria and depress or producing antibody. كيف بتدافع عن الجسم؟ كيف تعمل مناعة على الجسم؟ إما بتعمل phagocytosis بلعم من البكتيريا أو الفيروسات، أو depress it أو بتضبطها وتمنع إنها تنتشر وتتكاثر، أو تنتج الأنتيبودي اللي بتمسك فيها وبتمنعها من الانتشار. They are found both in and outside circulatory system. طبعا هاي الخلايا بنلاقيها جوا circulatory system، جوا الدم وخارج الدم، بتكون بين الأنسجة. بتذكر ما حكينا قبل شوي عن الليمف، بتكون مع الليمف. خلينا بس آخر إشي نحكي عن الاستمثال، إنه هاي خلايا الدم من وين جاية؟ من وين جاية هاي الـ RBCs والـ White BCs وكل أنواع الـ White BCs من وين بتيجي بالجسم؟ بتيجي من خلايا الجذعية اللي بتكون نخاع العظم، بنسميها stem cells، نخاع العظم الأحمر. مع الهرمونات والسايتوكاينز الموجودة تتطور هاي الـ stem cells، بتصير يا ليمفويد يا مايلويد stem cell. stem cells لحالها بتكون خلايا نايف، بسموها خلايا ساذجة، ما بتعرف شو هي رح تكون، شو ما حطت لها هرمونز أو سايتوكاينز بتروح معاها وبتتحول للخلايا حسب السايتوكاين اللي هي موجودة، فهي لسه ما بتعرف طريقها وين. أول انقسام إلها بتنقسم لليمفويد أو مايلويد stem cell، يعني لساتها stem cell بس ها قررت شوي اتجاهها. مايلويد يعني باتجاه انها تكون نيوتروفيل او بازوفيل، يعني واحدة من هدول. ليمفويد يعني قررت تصير ليمفوسايت، والليمفوسايت نوعين، يا بي سيل يا تي سيل. نقرأها هاي بعدين ارجع لها الرسم. بحكي لنا the cellular element of blood
wear out and replaced constantly throughout person life. حكينا إنه الخلايا الموجودة في الدم سواء white blood أو RBCs wear out بتموت بتنفد صلاحيتها and replaced constantly ويتم تجديدها باستمرار خلال فترة حياة الإنسان. الإريثروسايت والليكوسايت والبليتلتس all develop from common source. بحكينا هدول الخلايا الثلاثة الموجودين في الدم سواء حمراء أو البيضاء أو الصفائح الدموية developed from common source متطورة كلها ناتجة من نفس المصدر اللي هم الستيم سيلز in red marrow of the bone في النخاع الأحمر من الدم. بحكي لنا هرمون اسمه إريثروبيوتين EPO stimulate erythrocyte production when oxygen delivery is low. واحدة من العوامل اللي بتحفز إنتاج ال RBCs هو هرمون الإريثروبيوتين. هذا الإريثروبيوتين بيستشعر نسبة الأكسجين في الخلايا. إذا نسبة وصول الأكسجين للخلايا قلت بيروح بيحفز إنتاج RBCs زيادة حتى إنه يعني بفكر إنه ممكن الخلايا ما بيوصلها أكسجين إناف لأنه ما في عندي دم إناف ما في عندي RBCs إناف بيروح بنشط البون مارو على إنتاج خلايا RBCs جديدة. فهاي الرسمة مهمة كمان تعرفوها إنه الستيم سيل بالبون مارو تنتج لي خلايا أول تفرع إلها أو الستيم سيل البون مارو ينتج خلايا ستيم سيلز. هاي الستيم سيلز حسب الهرمونز والسيتوكاين اللي بتأثر عليها يا بتصير ليمفويد يا بتصير مايلويد ستيم سيل. إذا صارت ليمفويد خلص تخصصت صارت ليمفوسايت يا بي يا تي سيل. هاي أنواع الليمفوسايت من اسمها ليمفويد. أما إذا صارت مايلويد قدامها الطريق يعني اختاري انت وين ما بدك تصيري خياراتها اوسع بالمايلويد يا اما بتصير اريثروسايت يا اما ماينوسايت يا اما بليتلت يا اما ايزينوفيل يا اما نتروفيل او بازونوفيل. هيك الحمد لله بنكون خلصنا محاضرة اليوم. المحاضرة الجاية بنحكي عن كارديوفاسكولار ديزيزز الامراض اللي بيعاني منها القلب والاوعية الدموية ومنبلش ان شاء الله بالشابتر اللي بعده اللي هو غاز اكسشينج اللي هو التنفس والجهاز التنفسي. يعطيكم العافية لليوم. نشوفكم إن شاء الله أو نسمعكم محاضرة الجاية. شكرا للمتابعة.